أهلاً وسهلاً ومرحباً فيكم في برنامجكم وش صاير، معاكم عبد المحسن اللافي. قبل ما نبدأ خلوني أرحب بضيوفي. مساء الخير نواف العصيمي. أهلاً أهلاً، مساء النور فيك. يا مرحبا سهلة. ويا مسهلة، من زمان عنك. وكمان خلوني أرحب بجود العنزي. يا أهلاً وسهلاً، يا مرحبا، يا هلا فيك. يلا حيهم. الله يخليك ويسلمك. إن شاء الله هنبدأ موضوعنا الأول. نبدأ موضوعنا على طول. نبدأ موضوعنا الأول. طب للأسف اليوم يوم حزين على كل البوديغاردات. للي مو فاهم السالفة، نواف العصيمي نزل تغريدة، إذا تسمح لي أقرأها أمام الكل، أمام المتابعين. خلوني أقرأ التغريدة. نظراً لكثرة الجدل القائم بخصوص حضور المشاهير برفقة حراس شخصيين وعدم تقبل الجمهور ذلك، تم اليوم بحمد الله فسخنا العقد السنوي مع الشركة المقدمة لخدمة الحراسة الشخصية، وسلامتي برقبتكم. أنت خايف تنجلد نواف؟ أنا كثير فهموا التغريدة غلط. إيه؟ أنا ما أتكلم إن أنا مشهور. أنا بادي جارد. صراحة يعني ما كان يبيلها سؤال. لك انتبه ليكون في قناصين في لا المكان. لا أنا بادي جارد بس عشان الناس زعلت فخلاص ما عاد بحرص أحد المشاهير. وتوني كنت ابغى اقول انه انت متواضع، يعني بالرغم ما انه عندك حراس شخصيين الا انه ما قد لاحظت. انا لبسهم مدني. لا ما توصل. إيه؟ ما توصل. بس شوف انا ليش كتبت التغريده هذه؟ ليش؟ اكيد انتم شفتوا في السوشيال ميديا ايش اللي منتشر. احد المشاهير اللي حاضر مناسبه خاصه، عزيمه، ومعاه بادي جارد، ولما انجلس البادي جارد برضو كانوا واقفين وراه، وهو يمشي البادي جارد محوطينه، وهي عزيمة في قاعة أفراح. يعني هم يحرسونه من إيش بالضبط؟ بالضبط هذا اللي هذا. التعليقات كانت تقول ترامب ما حط بادي جاردات نفس العدد اللي هو حاطه، ليش؟ بعدين لاحظ الناس بدوا ينزعجوا من هذا الموضوع. أنا ما فهمت فكرة إنه هو قاعد في المكان، يعني خلنا نقول برا أوكي هو مو عارف مين بيقابل مين بيجي، لكن جوا هو جالس؟ أنتم متأكدين؟ يعني أهم الشخصيات ما سووها، أهم الشخصيات المسؤولين وش في العالم. طيب وش ما حد وقف بادي جاردات وراه. وش فكرته هو جالس ووراي شخصين جالسين وواقفين بعد؟ إيش فكرته؟ أكرر سؤال عبد المحسن. حيحمى من مين؟ من مين حيهجم عليك في وسط العشاء؟ طب نواف أنت تعرف كم قيمة البودي جارد أصلاً؟ لو أبغى أجيب بودي جارد كم؟ تفرق بالساعة. أتذكر في الساعة أذكر بمية ريال يمكن. في أنواع يعني في خدمات وكذا. والله السعر مناسب بمية ريال الساعة، وفي باكجات مثلا تأخذ 12 ساعة على حسب الخدمات. تبيه معك ولا تبي يشيل لك أغراض؟ طب إيش الخدمات اللي بيقدم لي إياها البوديغارد؟ يا إنه يمشي معك فقط، أو إنه ممكن يشيل عنك أكياس إذا أنت مشهور. أيوة يعني بيشيل ممكن عنك. يشيل عني أكياس. إيه في ناس يرفضون إنهم يشيلون أكياس يعني. طب يفرق إذا هو معضل ولا لا؟ أكيد يفرق إذا هو حتى قصير ولا طويل. إيه بالطول كمان. يس والله. بالطول والجسم والحجم. يس يفرق. إحنا سمعنا استشارية علم النفس نادية التميمي تقول بأنه هذا مرض، المشاهير اللي يجيبون بوديغارد مرض واضطراب نفسي بهدف لفت الانتباه. وش رايكم بكلامها؟ فعلا يعني والدنيا واسعة انت مصغرها كذا ليه؟ ليش جايب لي يعني؟ وفي كثير اصلا مقاطع طلعت يعني يكونوا باماكن فاضية حتى. طيب. ما في احد. طب خلينا نتكلم بصراحة. انا اعرف مشهور بدون ذكر اسم كان طالع يقدم حفل، المبلغ اللي بياخذه اعلى بكثير مما يستحق، فعلشان يقنعهم بأنه يستحق هذا المبلغ خلى أخوي يسوق السيارة هو راكب ورا، خلى أخوياه يوصلون قبله ينظموا له المكان يسووا له جو برستيج أنه ترى المشهور هذا بيوصل، انتباه الكاميرات افتحوا له الطريق. هذا الانتباه. هل اليوم هو جزء من صناعة الشو حقت أي مشهور؟ فعلا. أنه يعمل هذا الشيء. صح. جزء من شغله. صح. علشان الناس تقتنع فيه. صح. ولكن في مشكلة ترى من الأساس، يعني هو ما عنده تقدير لنفسه، ما عنده ثقة، فهو لما يسوي هذا الشو أيا كان. بس الناس تحب المظاهر، خلينا نكون صريحين. أوكي. صريحين. خلينا نكون صريحين. طيب صح فعلا هي الناس تحب المظاهر. لو أنت دخلت يعني لحالك كشخص أنت مشهور دخلت ما حد بيدري، لكن لو جبت أخذت شو كسبت شهرة وكسبت متابعين ولايكات وما إلى ذلك. شكرا. والله قالتها نصا. أنا في أحد المناسبات القريبة، أحد الفعاليات القريبة حضرت وشفت بعيني لاعبين مشهورين جو زاروا المكان،
اللاعب الأول جاء بدون حراسة فعلا ما صار أوكي صحيح في ناس جاءوا تصوروا معاه وكذا بس يعني ما كانت مزعجة ما أكل الجو إيه ما كانت مزعجة مثل ما جاء اللاعب الثاني ومعاه حراسة مرة شديدة عندك الجرأة تقول اسمه؟ لا لأنه هو ما ندخل هو ما ندخل هو ما ندم بس من تنظيم الفعالية يعني ما عندك الجرأة نعم أنا ما عندي شخصية نعم نكمل حلقتنا الليلة ولكن مع الأخبار السريعة ضمن أخبارنا الليلة المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر سعادة العاملين المغتربين جود وضحي لنا السالفة المملكة العربية السعودية طبعاً احتلت المركز الثاني على مستوى العالم في كأفضل دولة لعمل المغتربين وطبعاً كان المركز الأول الدنمارك بعد كذا جت هولندا وجت الولايات المتحدة فجت على مراكز لكن احنا اخذنا المركز الثاني طبعاً المؤشر ليش يعني ليش هذا المقياس في المؤشر نفسه في تحت أربع معايير فرعية سواء من فرص العمل راحتهم من الرواتب من الأمن الوظيفي من هذه المعايير كلها في أربع معايير فهذه كلها تحققت الحمد لله عشان كذا احنا أخذنا المركز الثاني عجيب والله نواف أنا أتفق مع الكلام هذا وصحيح وإن شاء الله بإذن الله نحن نجيب المركز الأول بإذن الله السعودية فيها بيئة عمل رائعة جدا يا أخي كل الخدمات والتقنية اللي احنا نستخدمها سهلت الحياة علينا جميعا سواء مواطنين أو مغتربين أنا ما أعرف ليش الدنمارك أخذت واحد الأول لأن نسبة لازم يخلاص لازم إحنا نكون الأول لازم إحنا الأول لكن عندهم نسبة العمل عن بعد أكثر تقريباً فهذا الشيء اللي خلاها تطلع في المركز الأول والله ما شاء الله عليها جود عارف الأرقام والإحصائيات ومحلل المسألة أكيد فالفرق بيننا وبين الدنمارك العمل عن بعد بالضبط هذا طبعاً أنا شايف شركات عندنا الآن كثير توجههم الآن عن العمل عن بعد ويجهزون الموظفين للعمل عن بعد ويسوون فأتوقع أننا يعني فترة قريبة حنكون العمل عن بعد عندنا ناخذ المركز نعم. الأول إن شاء الله قريبا بإذن الله حناخذها في وش صاير الليلة برامج تعليمية وتثقيفية لألف واربعمية وعشرة دارسين ودارسات في حملة محو الأمية بالباحة علامة أنك ناجح شاطر شاطر ما شاء الله تبارك الله 1410 انت شفت مقاطع الفيديو نعم شفتهم صراحة مؤثرين جدا جود تابعتها قبل الحلقة كانت تصيح كانت تدمع لما شافت مقاطع كبار السن وهم جالسين يتعلمون ما أقدر والله ما أقدر صراحة ليه تأثرتي لهذه الدرجة؟ يعني أنا صراحة يعني من الآباء أشوفهم بالذات الكبار السن ما أقدر أتحملهم غير كذا هم في هذه المرحلة قاعدين يتعلمون يعني شيء صراحة مرة شيء كويس انت شفتي الكبير يعني في السن اللي كان معاه قلم رصاص وقاعد يمسح علشان يجاوب الإجابة الصحيحة شفتها كلهم يجنن مستبشرين بالكتابة والقراءة وانهم راح ان شاء الله يتخطون هذه الخطوة وراح يخلصونها على اكمل وجه يعني فبصراحة المنظر هذا مرة اثر فيني يعني السؤال المدرس اللي قاعد يعلم واحد بعمر ابوه او جده حتى كيف ممكن يخصم عليه درجات يعاقبه ويمنعه مثلا من الفسحه ها كيف يعاقبه لو شاغب هل حيشاغب الكبير لو سمحت لا تتكلم مع بعض لا بيئه الدراسه في محو الاميه مختلفه عن بيئه الاطفال صح. عاقلين وفاهمين وعارفين الهدف اللي هم جايين ومو جايين يتسلون صح. بعدين تتوك مستغرب من الرقم 1410 ترى حبيبي هذا على منطقه واحده بس الرقم ده احنا نتكلم عن فقط الباحه هذا برنامج اسمه الباحه بلا اميه يحاولون يقضون على الأمية تماماً في منطقة الباحة العدد كان أو المراكز التدريب ترى كانت منتشرة هم بيسهلون المهمة ما يجمعونهم في مكان واحد المراكز منتشرة عشان تكون قريبة من المستفيدين ذكاء وترى المستفيدين ترى لازم تدرس المستفيد ما يقدر يجيك مسافات بعيدة بالضبط خصوصاً كبار السن صحيح. وكذا وفي المحافظات ليش يتنقل فهم وزعوا المراكز هذه المراكز هذه تخدم الأعداد الإحصائية 390 رجل و1057 امراه منتشره على منطقه اكثر من الرجال ممتاز وبعدين هذه تؤكد انه ما في عمر ابدا للتعليم والدراسه ممكن تتعلم في اي وقت في حياتك في خبر اخر خبير تقنيه مخضرم يتوقع اندماج
أدمغة البشر مع الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2045. احنا نتكلم على 21 سنة فقط، عقلنا راح يندمج مع الذكاء الاصطناعي؟ المخيف في الموضوع هذا انه هذا نفس الشخص اللي يتوقع المستقبل، ترى توقع قبل كذا، توقع الايفون، جوالات الايفون، جهاز الايفون، وتوقع ايضا المحادثه مع الذكاء الاصطناعي. يعني خلينا نقول قبل 20 سنه هو قدو متوقع الاشياء اللي صارت اليوم، فمن الان جالس يتوقع كمان ال 20 سنه القادمه، فغالبا كلامه حيصير. نعم. الناس اللي كانت تخاف انه الروبوتات والرجال الاليين راح يحلون مكان البشر، هو ما توقع هذا الشيء، هو توقع انه لا، البشر راح يدمج دماغه بالذكاء الاصطناعي بحلول 2045. طيب لما يدمج الذكاء الاصطناعي مع ادمغه البشر، هل راح تكون باكيجات بفلوس؟ يعني كل ما تبغى تكون اذكى تدفع اكثر، زي لما تشتري ايفون تبغى مساحه كم الجيجا، كم جيجا تبغى ادفع؟ اذا عندك سواليف مره كثيره، كلام مره كثير، تبي ذاكره عاليه جد. تدري في شيء شدني انا مره صراحه، يعني ايش اللي شدك؟ شوف من ضمن يهمني اللي شدك صراحه اللي شدني انه في وقت التفوق في الذكاء الاصطناعي راح يعني راح يكونون موجودين، اللي هو ايش هو الاموات. تخيل احباء الاموات راح نشوفها، هذا الشيء وتكلم عنه ان هذا الشيء راح يصير، وانه راح يكونون ويرجعون لنا افتراضيا، راح يكونوا موجودين نضحك معهم ونسولف معهم. انت كنت تتخيل هذا في تطور؟ طبعا الذكاء الاصطناعي اذا كان موجود خلاص راح يصير هذا الشيء. ترى مره شدني ايضا من توقعاته يا اخي شيء مخيف، حيكون الذكاء الاصطناعي هو اللي يبني الابراج ناطحات السحاب في خلال مده قصيره جدا، زي فكره ال 3 دي برينتينج للبيوت. هذه شفناها طباعه ثلاثيه الابعاد للبيوت اللي تصير اليوم. اي احنا شفناها الان، مش احلام، هذه مش خيال، على بيوت، بيوت تبنى في خلال 48 ساعه على ابراج، هذه حتصير ناطحات سحاب. وراح يتفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري، وهذا الشيء راح يشكل لنا ايش؟ تهديد وجودي حقيقي يعني لنا من الاخر. تخافين من المستقبل التقني والتطور؟ هو يخوف بس ما قاعد اتخيل صراحه. هذه كانت اخبارنا الليله، لا تروحون بعيد، راجعين بعد الفاصل بعد قليل. الايام الاخيره قبيل الزفاف الاسطوري. وش هالعرس اللي أشغل العالم كله فيه؟ 6 شهور؟ هذا موسم مو عرس؟ وصدق كلف 600 مليون دولار بس؟ وهل فعلاً جلسوا يوزعون ساعات باهظة الثمن للمعازيم والحضور؟ طيب مين النجوم اللي شاركوا بهالمهرجان؟ عفواً أقصد العرس. أو السؤال الأدق، مين النجوم اللي ما شاركوا فيها أصلاً؟ هذا كله راح نعرفه بفقرتنا الزفاف الأسطوري بالرفاه والسروري. من أول هالسنة وحنا ما ورانا إلا نتابع أخبار هالعرس الهندي، واللي جاء بعد قصة حب طويلة جمعت أنانت أمباني ورديكا ميرشانت. طبعاً أنانت هو ولد الملياردير موكيش أمباني، أغنى رجل في الهند وفي قارة آسيا بكبرها، واللي يقدر صافي ثروته حسب مجلة فوربس بأكثر من 123 مليار دولار بس. ورديكا طبعاً ما هي قليلة بعد، فهي وريثة عائلة ثرية عريقة في مجال صناعة الأدوية. فعاليات الفرح استمر على مدار 7 شهور، وشملت احتفالات هائلة تنوعت بين سهرات موسيقية، عروض ثقافية، طقوس تقليدية هندية، كلها اتسمت بالضخامة والفخامة. في يناير سووا لهم حفل خطوبة بسيط جدا، ما حضره غير أكبر نجوم بوليوود بس، بالإضافة للعائلات والأصدقاء طبعا. أما أول حفل ضخم فكان مارس الماضي، حفل ما قبل الزفاف الأول، واللي شارك فيه بس 1200 شخص، من بينهم بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، والمفاجأة فيه كان عرض المغنية ريانا، وهذا كان أول حفل كامل تحييه من 2016. You.
وأقاموا قبلها الحفل مأدبة عشاء جماعية تضمنت ولائم استمرت 3 أيام لأكثر من 51,000 شخص من الأسر الفقيرة في مسقط رأس الملياردير وتحديداً في بلدة ريلاينس. بأواخر مايو انطلق حفل ما قبل الزفاف الثاني في رحلة بحرية في البحر المتوسط، تحديداً امتدت ل4 أيام وشملت الزوجين والأسرتين ومئات المدعوين. بدت في مدينة باليريمو وانتهت في روما الإيطالية، ورغم سياسة منع استخدام الهواتف في الحفل تسربت مقاطع فيديو لحفلات واستعراضات لنجوم وفرق عالمية مثل باك ستريت بويز، ديفيد جيتا، وحتى الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيلي. اثنين يوليو وضمن المراسم كمان أقامت أسرة تمباني حفل زفاف جماعي لأكثر من 50 من الأزواج الفقراء، وزعوا عليهم هدايا من الحلة الذهبية وحتى احتياجاتهم لمدة عام كامل، يحليلهم. وأخيرا يوم الجمعة الماضي بدأ حفل الزفاف في مدينة بومبي وما انتهى إلين الأحد، واللي كان في منزلة عائلة الملياردير إمباني. ولو بنعدد النجوم اللي حضروا من مختلف أنحاء العالم فيمكن تخلص الحلقة بكرة مثلا. عندكم من الفنانين شاروخان، ديبيكا بادوكون، أميتاب باتشان، وشخصيات سياسية منهم رئيس وزراء الهند ورجال أعمال ورياضيين ومشاهير عالميين زي جاستن بيبر، جون سينا وغيرهم كثير. بس بين كل هالشخصيات في شخصية خليجية لفتت الأنظار وللحين الناس جالسين يتساءلون عن هويتها، واللي سمعته أنا أنه ضيوفنا عندهم خبر عن هالموضوع، وهذا بيكون السؤال الصعب الليلة: من هي الشخصية الخليجية الغامضة اللي حضرت الزفاف؟ من هي الشخصية الغامضة؟ أنا أسألك أنت. والله أنا ما أقدر أصرح. ما تقدرين تصرحين؟ ما أقدر أصرح. يعني عندك معلومات بس لا يمكن. لا يمكن. أنا ودي المتابعين هم اللي يقولون لنا مين الموجود. نواف. هو الشخصية دائما معروفة بالغموض. إيه؟ دائما لما نصور سنابات كذا تحط حرف. المحتوى كامل كله غموض. إيه نعم. فشخصية عائشة جدا في الغموض هذا. ما أقدر أصرح. ما عندي إذن إني أصرح. بي بي سي نشروا تقارير كاملة يدرسون فيها سر هالإنفاق الباذخ من معظم أثرياء الهند على أعراسهم، وذكروا فيها أنه حفلات الزفاف الهندية تعد ثاني أكبر سوق استهلاكي بعد تجارة المواد الغذائية والبقالة في البلاد. بس بعيداً عن الأسباب الاقتصادية والمالية، هل تتوقعون حب الاستعراض والتباهي بمكانتهم ضمن الأسباب مو بس بالهند طبعا بالعالم كله؟ نواف تعليقك على الموضوع هذا. شوف يا اخي، في الهند انا شفت خبر امس في زواج في الهند تكنسل وصارت مضارب وصارت مشكله لانه ابو العروس الفلوس حقت الزواج ما كفت انه يجيب لحم فجاب رز وجبن. نعم. ومصوره فيديو. فالظاهر انه الحفل عندهم في الزواج هي مره مقدس. فالحفل أهم من الأكل. أي لا هو سوى تنظيمات الحفل بما فيه استعراض وحفلات. أيه؟ ومجاء على الأكل ما كفت الفلوس. ما كفت الفلوس فصارت مشكلة، والعريس كنسل الزواج، طرد الضيوف. هذا يعني أن الاستعراض أهم عندهم، ويحبوا التميز وأنهم يلفتون انتباه، هذا مرة مهم عندهم ترى. يعني اللي نشوفه بالأفلام واقع. نعم صحيح، وفي كل مكان ترى. طب تخيلوا بعد كل هالاحتفالات اللي جلست شهور وكل هالمعازيم، آخر شيء لا سمح الله يتطلقون. عسى عمرهم. إذا أنا بطلع بساعة غالية هدية. قصدك كواحد من المعازيم أخذ ساعة. إيه. فعسى عمرهم. كيفهم؟ الله كثر الزواجات بس. الحين يمشون يقول لك قول لي وش ساعتك المليونية وقول لك مين أنت. هل هذا دليل إنه نواف هو الضيف الخليجي الغامض؟ لا لا مو الساعة اللي معاك. لا لا مو هذه الساعة. لا مو هذه. الساعة اللي معاك ب40,000 ريال ولا؟ ترى أنا معزومة. ترى. هي من الحفل. عبد المحسن ترى أنا معزومة بس ما قدرت أحضر عشان البرنامج، عندي أولوية.
عشان كذا ما بيدك ساعة ليش؟ ما بيدي ساعة بس ولا بنعطيك ساعة للأسف. بقول لك شوف لو انفصلوا ترى بياخذوا موسم كامل على الطلاق بيحتفلون ترى حفل ثاني نفس ما احتفلوا في الزواج بيحتفلون في الطلاق موسم كامل وما يفرق معاهم يعني إذا أبوه عنده فوق 120 مليار ما أتوقع أيوه وبالذات إنه 6 شهور أخذ عشان أكيد تعرفوا على بعض خلاص الرجال ضعف كان متين في بداية العرس صار ضعيف إن شاء الله دخل نادي 6 شهور نرجع لكم بعد الفاصل وبعد قليل فقرة أخذ ورد متابعينا على SBC أهلا فيكم من جديد في وش صاير والحين نروح لفقرة أخذ ورد شاب نزل صورته وهو بعرس أبوه ومستانس وكتب تعليق لما تكون ولد العريس طبعاً نفس موضوع أنه أم العروس أو أم العريس أخت العريس هذه نسمعها موجودة دائماً إيه بس ولد العريس هذه الجديدة الدنيا قامت فوق تحت ناس تهاجم في ناس تدافع خلينا نشوف التعليقات اللي وصلت عندنا شوف التعليقات اللي موجودة عندنا طبعاً أول تعليق مولر يقول عقبال أبوي لي 2 سنين أحاول فيه يتزوج الله 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 يبني بيته لا تكفى إلا النقطة دي لا توصلها إلا النقطة دي لا توصلها لا ترى التغريدة هذه اللي استعرضناها جابت أكثر من 8.4 مليون مشاهد أما إيما تقول وفخور بنفسه بعد بدل لا تجلس مع أمك تغير نفسيتها بتزوج بتواسيها صراحة شلون تبيه يترك أبوه في أهم يوم في حياته؟ أنت تشوف إنه هو بر أبوه بحضور طبعاً واجب عليه بعد ولو أبوك تزوج زوجة أخرى أنت بتحضر العرس هذا والأم إيش التعليق الثاني؟ وأمك إن شاء الله التعليق الثاني كيف تتركها؟ النفسية ما عليه في ناس يتزوجون أوكي أمتكم موجودة في أسباب كثيرة ممكن منفصلين الأم متزوجة الأب كذلك بس انت بتزوج ابوك كذا انا ما قلت بزوج ابوي اجي ليش بتحضر لا انا ما قلت شيء انا ما وقال بيحضر صح صح كضيف انا اما NS تقول ودي اتكلم بس الكلام يضيع حسوف عليك التعب والحمل والرضاعه واليكس يقول مدير العقوق مدير العقوق بس ترى اقول لك شيء هذه التعليقات هي ابسط التعليقات الموجوده بهذه التغريده التعليقات الموجوده فيها هجوم مو طبيعي في ناس كاتبين انه حرام فيه 9 شهور حتى الناس صعدت الموضوع مره بالاخير البيوت اسرار احنا ما نعرف ولا يعرفون الاسباب اصلا احنا ما نعرف الام ممكن تكون متوفيه الله يرحمها صحيح. ممكن تكون مطلقه لا ممكن تكون هي اللي اختارت الزوجه الثانيه لا تاخذونه على الصعيد الشخصي لا تاخذونه يعني خذوه عادي يعني موضوع صار ما في اسباب اصلا هو موظف هو قال انا ولد العريس بس ما قال امي ايش وضعها ممكن في مشاكل ممكن الام راضيه ممكن ما هي موجوده ما ندري يعني طب حتى لو كانت الام غير راضيه وموجوده احنا مش دخلنا صح واحنا كيف نهاجم ولد تقول لا تجلس مع ابوك صح ليه ما حتى لو هذا الشيء ممكن يزعجك بس بالاخير من ضمن الاشياء اللي ممكن يعملها الانسان وهي حلال وما لنا علاقه فيها ومو شغل بس طيب سامع ولا لا يعني ممكن تحضر عرس أبوك يا أخي فكر الحلقة مراقبة يا شيخ وصلنا لنهاية حلقة الليلة لقائنا فيكم بكرة يتجدد على قناة SBC بحلقة ومواضيع جديدة لا تنسون تتفاعلون معنا تابعوا تفاصيل أكثر من المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج في أمان الله Yes.